انا اليوم ولك باي ها وجعاه صار لك كم سنه وياي تعلمت من صنعاء عربي واي صار له صار لك واي واي ساعه صار يوم واقف هنا لا فتحت بني لا قلبته بس متين كنك شنو عطله شوف العطله شنو يلا عطله اي يمي هسه شوفها هذا شنو اخوك بس بان هي شو ولا ولا هذه شو البام محترقه هاي ها مو بيه بديش للصوت انا قاعد اكبس باني بديش ولك مو بديش لي صوت الماكينه صوت الماكينه ادش لي مامي صوت الماكينه ردوا علينا ردوا علينا يا الفاهي دول اليوم ردوا علينا فاهي اخ الفاهي ولك الفاهي ما سمعك ولك حسين هاي ما سمعك هاي حسين هاي ما سمعك هاي حسين هاي ما سمعك هابلو السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي شلونك حبيبي هلا حبيبي اهلا وسهلا بلا زحمه بس القصه مالتك وين ابوي هذا ولك انت والله غبي ها ولك اخوان اقول لك دق دق ابوك هذا ابوك انت وين ابوي انا وين بالماكينه حجي شلونك حجي ليش وجهك ليش وجهك لو قاتلني ولك بالمدرسه ما فلحت خليتك يا ابو خواتي حجي عوف عوف حجي الخاطري حجي الخاطري استر يا حجي حجي بس خلي حاجيك حكايه انا ماخذ زمنيه ومستعجل كلش ارد ارجع للدائره حجي بس القايش عندي فلت ويا هلي انا كيف البنيد الفاهم مو هم تهدى على ابوك تعال حجي تعال 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 الله بارك الله يلا حجي يلا يا يا بيه حجي انا ما اريد اتعبك العطل بالقايش فدوه بس استعجل لي لان ماخذ زمنيه وليد والله ذبحتوني لا يجي مستعجل لا صقلي خود غير دوام جيب اخوك اسمه 14 حاك يا الله يا الله يا الله ركز لي على التصفير حجي والسنتر السنتر حجي وليدي صار بخير ودلل يا الله والقايش عندك شو راخي اي والله لك بروح يدك ما تقول لي اسمك انت بلا زحمه حجي اسمي خي ولا ثقيل عليك لازم تجي تمن تعال 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 اذا حكيت لك صار تسكت الطوار الف مره قلت لك مو مؤدب هذا ابنك اي وليدي حجك بلا زحمه والله حجي انا خلي حاجي كان اسمي الرباعي سلام كاتل الفيتر مرتين شو اسمك؟ سلام كاتل الفيتر مرتين دخيلك ربي بس حجي ركز لي على القايش فدوى ابوي ركز عليها كلها ابوي حسين وصفره حجي صفره رحمه الله على والديك حجي ما قلت لي عندكم وصولات فارغه شو تسوي بيها خالص شغلتك ما تكلف وصولات ما يخالف حجي انا كاتل الفيتر مرتين وريد لي وصل فارغ شو تسوي بيها ايش قد سعر هذا القايش حجي؟ والله تخليه على حسابنا حجي تعبنا اصلا بس بالغرض ابوي نعلك ما يصير تعبك هذا وتعب هذا ابنك ايش قد حجي قل لي 5000 خادمك وكلش كاف واصله هاك هاي ال 5000 ايه هاي 5 لك و5 الي ايه بس شنو؟ اعطيني وصل فارغ حبيبي ما اعطيك وصل فارغ ليش حجي؟ شو اسوي بي؟ انا اعرف شو اسوي انا اعرف شو اسوي هذا يريد يودي يكتب يخليه فارغ ايه ويخلي السعر بكيفه ويوديه اداره يريد يشغل ولك انت تفتهم بوي افتهم براسي تو صار براسي لا 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 عمي لا لا هذا وليدي وعانى على شغله صحيح كاتل الفيتر مرتين كاتل الفيتر كاتل امك كلها كاتل حي صناعه كله كل فلوسك ايه وتفينا شرك ايه انتم يا هيجي ياخذ في الدوله هاي يبوق بيها ايش مالكم انتم؟ شو جاكم بوي؟ دجاجه وسلسون بها 24 ساعه شو جاكم؟ ما تخافون من الله؟ ما عندكم ضمير؟ ما صحيتوا؟ شنو يا بوي؟ ليش ايش عم ليش؟ قايش ب 5000 حط لك 50000 توكل عائلتك حرام؟ ما تخاف من الله؟ اشتغلوا وياي هذه نزل ابوي نزلني نزلني هاك حجي هاي 5 هاك لا حتى 5000 مالتك ما ينتهي نزلني مو صوتك صوتي انا يا عمي لا لا روح روح صوتي صوتي روح صوتك صوتي انا حجي يا هيجي ياخذ في الدوله يا هيجي ياخذ خاف من الله خاف ابو حسين شوف الاستاذ الثاني شوف الاستاذ الثاني حرق قلبه هذا هاني يا هيجيني يجيني حرامي يقول لك واحد ما يبوق ماكو الله يسعدك ابو علي شلونك خالد شلونك شلونك زين شوف ليش بيها بسرعه وارد اروح عندي خط رامها اول مره اقول السلام عليكم انت الدكور ليش تبيع ماي لا تبيع غاز لا عندك زفه لا كام سودن انا طب للحي الصناعه اقول لك معزوف الاقلاك النشيد الوطني عمي ناس عندنا محركات مرضى بالرشا انت ما تقول ليش فيك طي 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 خلص اثنين هسه دعوه السوالف تدور احنا كانت تعال شوف ليش بيها وراهم شوف شوف لا يجيك مستعجل يا اوه ها هاي ذابت الدهن كله مال ديك المحرك يا يابي هذا عندك الجير عاطل وش اسوي له؟ هذا هوايه يقول لك ساعتين نزله ايه
تشيل التبنه مالته تبدلها وساعتين يشده اربع ساعات يا يابا ايش عندك مستعجل؟ خال انا مستعجل كلش كلش ما ادري شلون ايش عندك مستعجل؟ يابا خط ما طالبات ما طالبات فين رحنا لك انا؟ ما طالبات شوف ليش بيها ورحمها والله لا صعد عمك ويا الطالبات ايه نشوف ولك شوف ليها؟ انا اقول لك تدري ايش اسوي لها؟ قول ايه افتح الجير سوي تبني ارجع شد لي على برغين ادم بالطالبات واجيك هذا انت ايش فهم من جيتني؟ عمو ما يصير ادمك تسريع عمو ما يصير صعدني ويا الطالبات عادي ما صعدني ما سوي شوف اصعدك وياي وشت على برغين ويا الطالبات يلا كنا 40 كيلو وجايين وعلى برغيان ادب الطالبات ونرجع انتم ليش ما تستحون؟ ليش ما تخافون من الله؟ هذا ليش ليش ليش؟ يقول لك محرك اي جير اي اشده برغيين انا وطالبات وياي و40 كيلو مسافه اي ما تخافون من الله؟ رحمه شلون رحمه يا ابوي؟ ترهم ترهم انتم حياه الناس عندكم بلاش؟ لا طلعت من القراج اي مشيت مسافه عند فوت بنزين بلا زحمه، كانت وين كنت الصبح؟ اشد لك محرك اربع نسوان وانا اربعه ونص يموتون شنو ذنبهم؟ راما شلون راما يا ابوي؟ اشيك سيارتك، اشيك ذهني، اشيك محركي، اشيك سياراتي واطلع الصبح على باب الله حتى الله يرزقك دوم 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 رحمه سك بنيتك ايه وشنو شرك؟ يعني ما تروح؟ واحد لا 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 يا بدر روح اشوف اللي واحد يراهمها روح 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 ابوي يلا اقول لك يا هيجي انت جاي كنت؟ وانت ما تعرف تراهمها والله ما تخاف والله مو شفتك شفت رجال